ومشاهدينا بنتابع مع بعض وكالعادة أول كل يوم عناوين الصحف المصرية الصادرة بتاريخ اليوم. النهاردة 19، اليوم الذي ينتظره الكثيرون ويترقبه الكثيرون وآخرون لا يبالون. برحب بالصحفية الأستاذة أمال عويضة. صباح صباح النور يا أستاذ شريف. النهارده انا عندي مشكله، يعني قافيه كده، مش عارف الصحن كل حاجه عندي الافيهات يعني مظبطه كده. ايه الاخبار؟ صباح النور. نبدا على طول باستعراض العناوين، وهنبتدي من الشروق صفحه 1. 100,000 شرطي لمواجهه فوضى 19 مارس. المصري اليوم، اختيار وزير الدفاع قبل نهايه الاسبوع. من الوطن صفحه 3، الاحزاب تعد نصا بديلا يسمح بالطعن على قرارات العليا للانتخابات. الوطن الصفحه الاولى، الصحه والعليا للانتخابات تحددان الامراض المانعة من الترشح للرئاسة. من الوطن أيضا صفحة 1، 10 سنوات مع الشغل لضباط بتهمة قتل 37 في قضية ترحيلات أبو زعبل. الشروق الصفحة الأولى، إحالة واقعة التحرش بفتاة الحقوق للشؤون القانونية. من الشروق أيضا صفحة 1، حل أزمة سد النهضة قريبا. الأهرام الصفحة الأولى، روسيا تضم جزيرة القرم وبوتين يحذر الغرب من التدخل. زي ما قلنا في المقدمة، 19 مارس هو يوم يترقبه الكثيرون، إلا أن كثير برضو لسه مش فاهمين قوي هو اشمعنى 19 مارس برضو. لا، احنا بس هنرجع بالاحداث يعني لورا لغايه 2011، مش بعيد قوي. 19 مارس لو تفتكروا كده، الشيخ اللي طلع علينا وقال لنا دي غزوه الصناديق، اللي هيقول نعم رايح الجنه واللي هيقول لا رايح النار. تمام. الحقيقه انا كنت من اللي قالوا لا للاسف، بس الحمد لله ربنا غفر لي ورحمني. والحمد لله لغايه لسه معانا، لسه معاكم يعني. المهم، هي دي الحدوته. كان في استفتاء حصل على تعديلات دستوريه بعد الثوره، بعد شهرين من 25 يناير، والحقيقه كانت النسبه الغالبه كانت لنعم، واللي كان فيها حشد ديني استخدمت فيه المساجد لدعوه المصريين للقبول. الحقيقه كانت لا، كان بتعني قيامنا بكتاب الدستور الجديد، وده اللي حصل بالفعل بعدها بسنتين. مش بعد نظر من اللي قالوا لا، لكن كان المسار المنطقي، كان رغبه مننا في ان احنا نبدا على النظافه. الحقيقه اللي حصل ان احنا عملنا التعديلات، 80% أو أقل بالقليل قالوا نعم، ودخلنا الشعب في هذا الوقت، ودخلنا في اللي انت عارفه، ما نعرفه جميعا من مساومات، مداولات، ديلز. يعني عدى سنتين أو عدى 3 سنين من 19 مارس. اشمعنى 19 مارس 2014 يعني؟ لا، هو الحقيقة بس هو استغلال من جماعة الإخوان المحظورة أو الإرهابية للأحداث اللي بترتبط بالتواريخ تخصهم، تخص وصولهم إلى السلطة. يعني ولعل دي يعني عارف إيه، مجرد لمحة لطيفة تقول إنه 19 مارس كان صنيعة إخوانية. ما بندعيش إن إحنا بنعرف كل شيء، ولكن دلوقتي يمكن الصورة بعد سنتين ثلاثة من الثورة بتقول إنه بالفعل كان في لعيب لم يكن سذج الشارع على علم بيها، والتحليلات السياسية، خلينا نقول مش سذج، مثاليو الشارع أو مثاليو الميادين ما كانش عندهم فكرة بيها. المهم النهاردة الداخلية بتحاول تواجه المسألة، في طبعا استغلال لمسألة الجامعات، وشفنا ده خلال الأيام الماضية بعد عودة الدراسة في استغلال. لكن الحقيقة أعتقد حتى من خلال النظرة الشاملة كده، المسألة بتقول إنه في خفوت، المصريين بيحاولوا يستكملوا بقى المسيرة، وإن احنا نخرج من مأزق السنة اللي عشناها. سيظل ده عبارة عن صداع في دماغنا، ما ندعيش إنه احنا بجرة ألم ولا بقرار داخلية ولا بمرسوم رئاسي هنختفي الأنشطة اللي تتعلق بجماعة الإخوان، لكن الحقيقة لابد إنه العجلة أي نوع من أنواع الأنشطة، ما ممكن تكون في أنشطة إيجابية يعني. لا، لا، أنشطة لا، هو طبعا هو لغاية دلوقتي دموية الحقيقة، لا، هو الحقيقة دلوقتي الغير السلمية ابتدت تظهر بشكل واضح، وابتدى يدعمها أصوات منهم. ولاحظنا انه حتى احمد المغير المختفي منذ، واحد طبعا شباب الاخوان المختفي اللي تم ضربه عند وزاره الثقافه، المختفي منذ فض رابعه، مختفي اختفى خارج بيقول ان هو كان يتمنى ان هو يقتل وان هو يعمل. الحقيقه بصراحه يعني حتى ده خرجوا عليه بعض شباب الاخوان واعلنوا رفضهم لما يحدث، بس الحقيقه اللي بنشوفه الشارع مختلف. قد يكون في اتجاهات مختلفه داخل الجماعه، لكن الاتجاه الغالب اللي احنا شايفينه بالشارع اعلم بنيات ربنا، بس الاتجاه اللي احنا شايفينه في الشارع عنف غير سلمي، قتل، تفجيرات وغدر يعني، وشماتة يعني واضحة حتى من الأفراد، تشويه لكل منطقة في الوطن بكتابات، بقلة أدب. الحقيقة يعني أعتقد أن احنا هنستمر في ده شوية، لكن المسألة أعتقد أن هي لابد أن نتجاوزها عاجلا أم آجلا. على الصعيد الآخر، هل نحن يعني بعنوان زي 100,000 شرطي لمواجهة فوضى 19 مارس، هل نحن أمنيا
مع كل ما يحدث، مع كل التجهيزات، مع الاستعدادات المستمرة من وزارة الداخلية، مع الحرب المستمرة على الإرهاب والتي تم تسميتها رسميا بأنها حرب على الإرهاب في الداخل، هل نحن مستعدين؟ بص، انا بعتقد انه فكره 100,000 شرطي في مواجهه، هم بالفعل 100,000 شرطي دول موجودين، مفترض ان هم يبقوا موجودين طول الوقت، مش موجودين 19 مارس بس. انت يعني بتفتقد بعض الاليات ليها علاقه باتساع مساحه الوطن، ليها علاقه بان القاهره لوحدها فيها من 20 ل 25 مليون، عشان تحكم هذه المساله قد يكون من صعوبه بمكان لو انت حصل ده. بس هي بقى في اجراءات استباقيه، بيبقى انت عندك اجهزتك، عندك استخباراتك، عندك معلوماتك اللي بتتلم، بتعرف المناطق اللي ممكن يعني تشهد عنف، بتحاول تواجهها بشكل او باخر، من التنظيم، من الاسوار، من الاحترازات، كل ده مهمات استباقيه. اللي بيحدث بقى اعتقد انه بيواجهوا الداخليه كلها، بتواجهوا اجهزه الدوله كلها، لانه دي اعتقد ما بقاش بس خاص بالداخليه، توعيه التلفزيون، توعيه اللي بيقوم بيها الاعلام والتلفزيون، هو يدخل في نطاق الداخليه والامن. وعلى الصعيد الاخر الحشد الذي يقوم به الاعلام والتلفزيون وساعات الارهاب ايضا. اختيار وزير الدفاع الجديد قبل نهايه الاسبوع، يمكن ده جزء من سلسله من المنشطات اللي بنراها بشكل يومي، سواء على المواقع او سواء حتى على او في الصحف الرسميه والغير رسميه والحكوميه والخاصه. السيسي سيترشح، السيسي سيعلن ترشحه، وزير دفاع جديد، وزير، كل هذه الاخبار، كل دي اخبار ليها علاقه بالفتره القادمه. ما هو دي ليها علاقه بالفتره القادمه. انت عندك دلوقتي اعلان توظيف، يعني مطلوب رئيس. مطلوب زعيم. كل يوم هيبقى عندك خبر يتعلق يا اما اقدم الاستقاله، وده مفترض ان هو يقدم الاستقاله في خلال ساعات بحد اقصى غدا زي ما بيتقال الخبر، بالظبط. ممكن يتاجل دوت في تسميه لوزير دفاع جديد، مشاورات تتعلق باجهزه الدوله، براس الحكومه. اعتقد ان المساله كلها ليها علاقه بالاخبار الاعتياديه، ان انت هيبقى عندك خلال شهور، نامل قبل نهايه العام ان انت هيبقى عندك استاذ امال صحفيا، يمكن ده سؤال بيتساءله الجميع، يعني على مدار اسبوعين يعني كل شويه لما يطلع منشط في جرائد محترمه ومرموقه ومعروفه، منشط بالاحمر العريض، ويقال بالضبط، ويقال انه الاربع الخميس، وعلى حسب مين، مصادر ثم لا موثوقة طبعا. هل مش ده بلبلة للشارع يا فندم؟ لا، هقول لك حاجة، هو اللي بيحصل أحيانا فكرة شهوة إن أنت يبقى عندك خبر وأنت جايبه من مصدر، قد يكون مصدرك مثلا رئيس الوزراء، قد يكون مصدرك الرئيس المؤقت، فأنت تعتبر إنه أنت ماسك في إيدك خبر حقيقي فتسارع بنشره. طبعا هو لابد ان يحدث تاكد، لابد ان يعني حتى الجريده مفترض ان هي تحافظ على مصداقيتها، ان انا لو بكره، لو بحد اقصى غدا السيسي ما استقلش من منصبه، انا هعتبر المصري اليوم بتقدم خبر مضمن، يعني لم تستعين بكل قدراتها عشان تتاكد من صدقه. اصلا ما بيقولش احتمال، ما بيقولش لا يمكن لا لا. ما بيقولش احتماليات، خلاص. ويؤكد يا فندم. ما هو الفكره ان هو بيقول لك شهوه النشر، هو عنده شهوه نشر وعايز يثبت ان هو عنده مصادره الخاصه اللي بتاكد له الاخبار. يعني احيانا دوت طبعا بيبقى بيلعب بسمعه الجريده، لكن هم مش بس عشان ما نبقاش مخصصين، يعني مش بس مصري يعني، هو مجموعه. لا انا خدنا نموذج، قدامي دلوقتي المصري اليوم بتقول انه خلال ساعات وبحد اقصى غدا، لو انا غدا ما حصلش ده، انا هعيد النظر في المصري اليوم او اي جورنال تاني يقول لي خبر ما ملوش علاقه بالحقيقه. خبرين متعلقين ببعض، هما لهم علاقه برضو بتحسين قرارات العليا للانتخابات. هذا برضو الموضوع الجدلي الكبير جدا، اللي نفس القوى السياسيه اللي كانت سواء ضد او سواء مع اصبحت لها موقف مغاير بتغير الظروف. الحقيقه لا، هو الخبر بتاع ثلاثة اللي هو الاحزاب تعد نصا بديلا، الحقيقه كان حصل اجتماع واعترضوا على نص يتعلق بقرارات العليا للانتخابات التي ستدير او تكون مسؤوله عن نتائج الانتخابات اللي سنشهدها سواء برلمانيه او رئاسيه. واعتقد انه في حل هنا، اعتقد نقول ايه، حل سياسي جيد. هو طبعا اجتماع الجميع على راي واحد صعب، قد يكون مستحيل، لكن عندما تجتمع الاحزاب اللي ليها علاقه بالشارع السياسي وتقدم نص بديل، قد يكون ده فرصه لمعالجه الامر. بس خلونا نضع في اعتبارنا انه في حاجات ليها علاقه بالدستور وباللجنه العليا للانتخابات، ولهذا لابد من الحذر. هي مش اشياء قانونيه بس، ولكن كمان اشياء دستوريه، قد يكون نص ما بيتعارض مع الدستور، فبالتالي بيتعارض تحصل بلبلة. مع عصب ما مواد بالزبط. معينه بيحصل بلبله في الحقيقه. ان هو المساله لابد ان تكون قانونيه ودستوريه، بمعنى انه تخضع لمعايير القانون والدستور. اما فيما يتعلق بالصحه، وزاره الصحه والبرده العليا للانتخابات، هم بيتكلموا على فكره الامراض المانعه للترشح، اتكلموا عن مرض القلب، لانه ممكن طبعا تحت ضغط القرارات و يكون الرئيس نفسه عرضه للخطر. اتكلموا عن امراض الكلى،
اتكلموا عن طبعا بيقولوا انه فيه هيبقى فيه يعني تحليل نفسي او مقابله يعني تبين امكانيه ترشح من عدمه. الحقيقة كل ده جميل، بس في حته جزئيه في النص انه فكره الاعاقه. يعني انا اعتقد انه كان في احدى رؤساء الولايات المتحده جيفرسون اذا كانت ذاكرتي كان مقعد، مش بدافع طبعا حق المقعد لانه قد يكون يملك عقليه، ستيفن هوكينج اللي هو عمل نظريه التاريخ وعندنا نماذج. فالحقيقه ليس دفاعا عنهم، ولكن تقرير يقول انه المقعد طبعا احنا مش في الفتره ان احنا نناقش دوت، لكن صحيح. اعتقد بس حتى قد يكون من المؤلم او المزعج لاخواننا. اذا ممارسه الاحزاب لممارسه سياسيه اخيرا لها دور ممكن تكون بدايه حقيقيه لصحه ديمقراطيه. نأمل وان كان لسه الشارع المصري اعتقد بيعاني من فكره الاحاديه، يعني هيبقى في حزب هو اللي واضح، هيبقى في حزب هو اللي صوته عالي. لسه عندنا احزاب كتيره، لسه الشارع مش متربي سياسيا. بس الشارع عشان برضه يعني. انا عارف ان ده بيحصل برضه في العالم كله، ده فرنسا امريكا دايما هناك حزبين هنقول مثلا، لكن في الاخر بيبقى في اتجاه يا كده يا كده، يا يميني يا يساري، مفيش كده، مفيش في النص، مفيش حاجه في النص مع الاسف. وكل واحد بيجرب حظه. الوطن صفحه 1، 10 سنوات مع الشغل لضباط بتهمه قتل 37 في قضيه ترحيلات ابو زعبل. هو طبعا سلسله الاحكام الوطن يعني كاتب اعتقد الخبر بشكل مش مظبوط، لان هو 10 سنوات لنائب اسم مصر الجديده نائب المأمور، وثلاثه اخذوا سنه اعتقد مع وقف التنفيذ. الحقيقه القضيه دي كانت في اغسطس اللي فات، تعرض فيها 37 من المقبوض عليهم من جماعه الاخوان للموت بتاثير رمي قنبله مثيره يعني الغاز في عربيه الترحيلات. والحقيقه كانت اعتقد كانت قصه بشعه جدا. الشروق نشره صورتين، صوره لاحد الضباط اللي تم اللي هي سنه مع وقف التنفيذ مبتسم مع اصحابه واهل الضحايا، احدهم يعني بيحاول يكتم دموعه. يعني الصوره قد تكون معبره لكنها صوره ملونه مستغله، في حين ان المصري اليوم جايبه صوره للصحفيين في قاعه المحكمه بيكتبوا الاخبار ويعني بينشروها على اجهزتهم الالكترونيه. بس احنا احيانا لما نبص كده بس يعني على حاجات دي، طبعا الصفحه الاولى في الشروق فعامله صوره صعبه جدا، بتقول انه يعني بتوع الداخليه مبسوطين واهل الضحايا زعلانين. قد يكون الحكم غير يعني كافي من وجهه نظر اهالي الضحايا، والحقيقه انه برضو كان في سرعه في الحكم لانه من اغسطس لغايه دلوقتي حوالي 5 شهور، يعني بنتكلم في 7 شهور. سبع شهور. البعض بيقول انه دي محاوله بس لتجميل شكل الدوله او السلطه. اعتقد انه المساله كان فيها كلام كتير وكان فيها تحقيقات النيابه قامت فيها بدورها، لكن يظل انه في 37 ماتوا نتيجه رعونه، وده كانت على فكره المحكمه كانت بدأ رعونه وتجاهل، ويعني في حاجات حصلت من جانب الداخليه يخلينا مش نعيد النظر في الحكم، نعيد النظر في تاهيل رجال الداخليه. اعتقد دي نقطه لابد ان تثار، لابد من اعادتها، لابد من التعامل معها بشكل واضح، لان انت بتتكلم على جهاز مفترض ان هو يخدمك سواء كنت متهم او بريء، ويحميك في نفس الوقت. فالحقيقه الواقعه دي على قدر حكمها، يعني مش هناقش الحكم لان احنا طبعا اعتدنا انه ما بنناقش احكام القضاء، صحيح. لكنه بيفتح ملف مهم جدا عن تاهيل رجال الداخليه، صحيح، وتعاملهم مع المواقف المختلفه حتى لو كانت، وهو بطبيعه الحال هي بتبقى مواقف فيها كثير من الضغط العصبي يعني والنفسي. ده ما فيهوش كلام يعني. ويمكن احنا مش بس كده، احنا كان في كمان كلام مع خبراء امنيين قبل كده على فكره مش بس التاهيل النفسي والعصبي والتعامل مع المواقف الصعبه، التاهيل العلمي، التاهيل الاكاديمي، التاهيل الانساني، التربيه والتعليم. بالزبط. عايزين تربيه وتعليم بالظبط، ودي بقى نرجع بقى تاني للتعليم الاساسي، عشان هم قبل ما يروحوا كليه الشرطه اساسا بيبقى عندهم مشاكل كتيره جدا ليها علاقه بالتعليم اللي احنا كلنا بنعاني منه وتبالي مستواه. وده هنقله في الخبر الثاني يا شريف، اللي هو واقعه التحرش اللي هي حديث يعني المدينه. هقول سيبوني إيه؟ بقى اتكلم في الموضوع ده شويه ارجوكم، موضوع جدلي مثار. بص هو الموضوع خلينا بس ايه، مش جديد الحقيقه، انا هقول لك، هو خلينا نقول انه الموضوع اثير لانه تم تصويره طبعا بكاميرات الجامعه. الواقعة كانت قد قوي، كانت غريبة قوي، فتم تسليط الضوء عليها. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إنه كل يوم بيحصل دوت،
كل يوم بيحصل معايا ومع زميلتي ومع اختي ومع جارتي ومع بنتي ومع قريبتي اللي في الصعيد ومع قريبتي اللي في الدلتا. الحقيقه المجتمع بيعاني من مشكله كبيره جدا. احنا ابتدينا نتكلم عليها من بعد 2005 بعد التحرش الجماعي اللي حصل في العيد اللي هو بعد بيحصل كل عيد برضه، بس الحقيقه هو موجوده. احنا بقى هنتكلم بقى ببساطه عن فكره ان الجامعه دي وفي الستينيات وفي الخمسينيات اختي وخالتي وكانوا بيروحوا بالميني جيب وبالكات وبالحملات وكانت الناس بتحترم بعضها. الشارع المصري كان مختلف، كان في قواعد. لكن لما يخرج عندي اعلام بيتهم هذه الفتاه اللي انا ما اعرفهاش، والتي قد تكون بريئه والتي قد تكون شريره والتي قد تكون مزقوقه والتي قد تكون اي حاجه، والتي قد تكون هي ايه اللي وداها هناك. يعني راجعين لنفس المصطلح اللي احنا سمعناه ودافعنا عنه عن واحده نزلت ميدان التحرير فعروها، فايه اللي وداها هناك؟ لابسة عباية، لابسة بنطلون، لابسة شورت، لابسة حمالات. أنا عايزة أفهم بس فكرة، أنت إذا ما كنتش عراضي عنها. عارف أنا مرة يعني مرة اتكلمت مع حد كان بيعاكس في الشارع، قلت له طيب أنا مش عاجباك عشان لابسة بنطلون، فأنت عايز تغيرني، هيجي اليوم اللي حد فيه غيرك، لأن أنت لابس بنطلون كاشف عن معالمك وفي نفس الوقت هيطبق أن أنت تلبس جلابية ويضربك بالعصاية على ظهرك تجوزا يعني عشان تروح تصلي. عندما نبدأ في فرض قواعدنا اللي تريحنا هيجينا واحد تاني يفرض قواعده دي، وهكذا هنستمر في سلسله من القهر. دوله القانون ودوله المدنيه، الدوله المدنيه بالزبط. يعني عندما اذهب الى اوروبا واشعر بكامل حريتي في ان انا اعيش حياتي كما يجب وبدون اساءه لحد، ايه المشكله؟ عندنا مجتمع بيعاني من مشكله كبيره ليها الاعلام، ليها علاقه بالتربيه. عندما يخرج عندي اعلاميون بيتكلموا عن فكره اللي وداها هناك هي السبب، لا احنا عندنا مجتمع مش متربي، عندنا مجتمع مش متربي. مجتمع احنا في شهر النساء اللي هو شهر مارس لسه بنتكلم انه في عبده ليه تبقى ام مثاليه والبنت دي ليه تلبس كده وهي رايحه الجامعه، وصافي ناز الرقاصه. الحكم على الناس طول الوقت، الحكم الاحكام المسبقه. عارف ايه يا شريف المشكله؟ طول الوقت احنا نصبنا انفسنا قضاء على الاخرين. لما اشوف فيديو الاطفال في 12 و13 سنه متضايق ان واحده لابسه بنطلون، لا اللبس الرسمي هو العبايه. مين اللي فهمك كده؟ مين اللي قالك كده؟ هل إعلام؟ هل شيخ مسجد؟ هل مدرسة؟ طيب هل موقف الحي؟ موقف دكتور جابر النصار، موقف جامعة القاهرة اللي عليه تساؤلات كتيرة جدا والقوبل أيضا بكثير من النقد، لأنه في الآخر برضو بيكرر نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها شريف. إيه اللي وداها هناك؟ هي عاملة كده، هي السبب، هي المتسببة. لأنه رئيس الجامعة، رئيس الجامعة ما هو مفروض أنه هو يبقى مسؤول عما يقول، لكن الحقيقه هو بيحاول يخلص من ازمه. فبيخلص بالازمه ايه؟ بيصدر الاخلاقيات اللي هي لا احنا مش كده، والجامعه لازم تكون احسن، والجامعه لازم تكون اخلاق. انا راكبه المترو من يومين لقيت الشباب بيكلموا بعضهم يا اسطى ويا معلم ومش عارفه. احنا كان زمان في الجامعه، انا كنت في الجامعه في يوم من الايام، فلما كنا نهزر مع بعض ايه يا باشا، ايه يا هانم، يعني فاهم حتى فكره المصطلحات. طبعا مش بقول انه الجيل ده وحش ولا حلو، بس الجيل دوت في ظل اعداد زياده رهيبه في الجامعه، ضغوط اجتماعيه ما بنربيش، لا الام اللي بتخرج من بيتها من الصبح لبالليل بتربي، ولا الجامعه بتربي، ولا الاستاذ عنده دماغ غير ان هو يجمع فلوس من المحاضرات. الحقيقه هي منظومه فاسده كامله، لابد في بدايتها ان احنا نعرف نواجه نعرف انه فعلا انه لابد من اعاده النظر فيما يتعلق بالنساء والرجال في هذا المجتمع، ولا نلجا دايما للانكار سيد الادله. حل ازمه سد النهضه قريبا، برضو خبر من ضمن الاخبار ان احنا بنسمعها قريبا. قد تكون الدبلوماسيه المصريه بتقوم طبعا بجهد مشكور، لكن الحقيقه انه المساله لسه برضو في اطار الكلام. مشتمل اتهام 40% باين يعني في مؤتمر صحفي عمله اكد فيه ابراهيم محلب رئيس الوزراء انه في يعني العلاقه مع اثيوبيا مستمره شئنا ما بينا، كلام للاستهلاك. بس لسه المساله حتى الان هي تكهنات، نتمنى طبعا ان تكون حقيقيه، لكن سنرى ما ستصفر عنه الأيام. والله على عهدة الشروق أيضا، حل أزمة سد النهضة قريبا قريبا قريبا، ده بقى وحل ازاي؟ يوم بس الساعة 8 يعني. شهر سنة. أستاذة أمال عبيدة مشكورة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا شريف. ومشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.